في أول ساعة حرية لهم يفتدون الوطن بأرواحهم ودمائهم. فهؤلاء 25 مواطنا يمنيا اعتقلتهم الميليشيات الحوثية من بيوتهم ظلما وعدوانا. أنا بالنسبة لي أنا جاءوا لي للبيت، اختطفوني وبزوني إلى غابة لا أعلمها، في قبر 4 أشهر لا أعرف نفسي، ومن بعدها خرجت وعملت يومين ورجعوا لي المرة الثانية. هذه رسالة لأبو هاشم الذي عذب الناس في السجون، والذي كان يقول إحنا الواطئين، إحنا كأنه عاملنا كأن إحنا مش بني آدم. تم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل أسرى تلخص الكثير من قيم الحرب. كان اللقاء في منطقة كانية الواقعة بين مأرب والبيضاء، وتم إطلاقهم مقابل 28 أسيرا حوثيا تم أسرهم في جوف المعارك وسيوفهم تقطر دما. أنا أسير من منطقة سرواح، قذالي ما قارب سنتين، مع 2015. الله يرحمه الشتادي أول ما جاء زيارة لعندنا سمح لنا بالاتصالات، وفر لنا المكيفات أن للتهوية حق الزنزانة، حسن التغذية، فعل أوامره بمعاملة الأسرى يعني بما يوجب الله. فالميليشيات الحوثية ترى كل مواطن يمني هدفا عسكريا لها، فتعتقل المدنيين من بين أهاليهم في معارك الوهم والغرور، ولهذا فإنها ترى هؤلاء أسرى حرب. تعليق من أكثر من أسبوع بالكهرباء، بالزنازين متر في متر واربعين في مترين واربعين فيها 3 أنفار، ما يخرجك الحمام إلا مرتين أو 3 في اليوم. أن يتم التبادل بين أسرى الحرب من الميليشيات الحوثية مقابل مدنيين، فهو يؤكد أن خلاص الشعب اليمني من طغيان الميليشيات الحوثية لن يكون إلا من فوهات بنادق المقاومة والجيش الوطني. عبدالله البوري، سهيل.